السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد كباكا من قناة كباكا تي في. أحمد زاهر اتصور هو وبنته، بنته اللي هي عنده بنتين، اتصور مع واحدة منهم والصور نزلت تمام، مفيش أي مشكلة. لكن طبعا الناس ولاد الوسخة، معلش لازم أقولها، الناس ولاد الوسخة ما سابوش حد في حاله، وقعدوا يقولوا له بنتك ومطلع بنتك وازاي حاضن بنتك وازاي مقعد بنتك على حجرك. يا ابن المرة الوسخة، ما انت بتقول بنتك بنت، ولا هو انت عشان بتهيج على بنتك بفكر كل الناس بتهيج على بناتها يا شاذ يا خوى يا عرس؟ معلش بنعتذر على الشتيمة اللي فاتت دي، بس حاجة مستفزة، حاجة مستفزة. هو الراجل متصور مع بنته ومنزل صور، وانا الصراحة شايف ان الصور عادي. انا والله العظيم لو مش شايف الصور عادي كنت طلعت قلت ايه ده وايه اللي مصورني، ما انتوا عارفيني يعني. ما بس الصور عاديه فعلا، لكن الناس ما بترحمش. ودي نصيحه لاحمد زاهر ونصيحه لاي حد عايز ينجح في الدنيا. خش يا باشا بص، عندي 600 فيديو على القناه اهي، خش شوف الكومنتات، كميه شتايم ومش عارف ايه وكلام وكلام، كله بدل كله قلوب قلوب قلوب، وانا ما بفكرش غير في الفيديو اللي انا هعمله، ايه الخبر الجديد اللي هرفعه، ايه الصوره الجديده، عايزين نجيب مايك جديد للقناه، عايزين نجيب اضاءه جديده، ده اللي انا بفكر فيه. لكن انت هتقعد تفكر في تعليقات الناس؟ نو نو يا مان، فكك، كبر البيج جمجمه. فقول لنا في الكومنتات، لايك شير سبسكرايب شغل الجرس عشان كل خبر جديد من اول باول. لو انت شايف ان الصور احمد زاهر وبنته غريبه عادي يا مان، ما هي برضه اذواق وحاجات، قول لي في الكومنت وانا هدي لك قلب، والله اديك قلبي، اه يا قلبي، سلام.